هذا السلايد هو النسيج العصبي النيرفس تشو. وطبعا النسيج العصبي يتكون من مجموعة كبيرة من النيرونز اللي هي structural and functional unit of the nervous tissue. وطبعا هذه النيرونز هي multipolar neurons أي هي motor neurons. وطبعا هذه النيرونز تتكون من cell bodies اللي هذه أمامنا. وطبعا cell bodies تنشأ من عندها بروزات اللي هي تسمى بالدينترايتس. هذه هي الدينترايتس اللي تنشأ من السيل بودي of the neuron واللي هي عبارة عن extension of the cytoplasm يعني هي امتدادات للسيتوبلازم مال السيل بودي. وطبعا السيل بودي يحتوي على cytoplasm هذا هو السيتوبلازم اللي بالسنتر. وطبعا يحتوي على centrally located nuclei هذه هي النيوكليي. وطبعا يحتوي على inclusion bodies اللي هي النصل بدي طبعا هنا أنا ما واضحة. ويحتوي على منطقة اللي هي تتوسع هذه المنطقة اللي هي تنشأ من عندها الإكزون المحور وهذه المنطقة المتوسعة اللي صاير بها توسع هي تسمى بالإكزون هيلوك هذه اللي هي أمامنا. طبعا من الإكزون هيلوك ينشأ الإكزون المحور وطبعا في نهاية المحور راح يكون التيرمينال بوتونز هذا بالنسبة للنيرونز. هذا هو الموتور نيرونز أو ما يسمى بالمالتي بولار نيرونز. طبعا هذه الخلايا اللي تكون حول النيرونز هي خلايا سبورتد اللي تسمى بالجليال سيل الخلايا الدبقية اللي هي وظيفتها تكون سبورت للنيرونز. قلنا هي أربع أنواع. فإذا هذا هو النسيج العصبي اللي هنا أمامنا متكون من المالتي بولار نيرونز. طبعا هنا عندنا واحد من النيرونز اللي هو باي بولار نيرونز. شوف هذا هنا عندنا باي بولار نيرون اللي هو ثنائي الأقطاب. هذا الباي بولار نيرون اللي هو دائما يكون سنسوري نيرون أي عصمون حسي وهذا شكله أمامنا. وطبعا هذه حوله هي أيضا سبورت السيل اللي هي الخلايا الدبقية الجليال سيل. هذا سلايد ثاني للنسيج العصبي للنيرفس تشو. وطبعا هنا أيضا عندنا مالتي بولار نيرونز وهذا المالتي بولار نيرونز واضحة بالنواة النيوكلياي اللي هي سنترالي لوكيتد وتكون راوند. وطبعا أيضا موجود السيتوبلازميك انكلوجين بودي. وطبعا عندنا الواضحة هنا عندنا الدينترايتس التشجرات. وطبعا هذا هو الموتور نيرونز لان هو دائما الموتور نيرونز يكون مالتي بولار نيرونز. وطبعا المالتي بولار نيرونز هذا هو شكله. وطبعا هذه حوله ايضا هي الجليال سيلز اللي هي سبورتد سيل. فاذا هذا هو النيرونز المالتي بولار نيرونز امامنا واضح بالسيتوبلازميك انكلوجين بوديز اللي هي النسل بودي. وعندنا النواة اللي هي موجودة بالسنتر وهذه المنطقة المتوسعة من النيرون هي عبارة عن الاكزون هيلو اللي هي ينشأ من عندها المحور الخلية العصبية. طبعا بالنسيج العصبي الارتباط بين two neurons يعني بين خليتين عصبيتين راح يسمى بالسينابس مثل ما موجود هنا بين اكزون هذه الخلية العصبية واكزون هذه الخلية العصبية الثانية او بين الدينترايتس مثل ما موجود هنا عندنا بين الدينترايتس لهذه الخلية وهذه الخلية الثانية او بين الاكزون لهذه الخلية العصبية والدينترايتس لهذه الخلية العصبية الثانية. فإذا أي ارتباط بين خليتين عصبيتين طبعا راح يسمى بالسينابس. وهذا السينابس قلنا نوعين يا أما يكون كيميكال أي بواسطة نيوروترانسميتر أي نواقل عصبية كيميائية أو يكون الكتريكال بواسطة الأيونات الأملاح راح تنقل هذه الإعازات العصبية
بين هذه الارتباطات.